بسم الله الرحمن الرحيم، معكم حسين السعيد أبو جود. طبعا اليوم درسنا راح يكون في الدوج والبيرن. الدوج والبيرن هو التبييض والحرق باختصار. طبعا في البداية راح نلاحظ قبل وبعد الدوج والبيرن، طبعا صارت تعديلات من ضمنها الإضاءة من جهة اليمين وإزالة الشوائب من هذه الجهة، ولكن اللي يهمنا اليوم هو الدوج والبير. إذن القاعدة بسيطة، أي مكان عميق بيكون بيرن وأي مكان مسطح بيكون دوج. يعني المكان المسطح مثلا الخد هذا مسطح، المكان يعني مثلا خلنا نقول هذا المكان في الأنف مسطح نخليه دوج، في هذه الأماكن بيرن، في هذه الأماكن بيرن، أسفل الرقبة بيرن. فالقاعدة تقول أن الأماكن المسطحة دوج والأماكن العميقة بيرن، مو شرط ساعات نستخدم الدوج والبيرن حق توجيه الإضاءة إلى أماكن معينة. يعني نخلي محل الدوج بيرن على أساس نغير الإضاءة وتوجيه. راح نسوي تو كيرف. الكيرف الأول نسوي سكرين، الكيرف الثاني نسوي ملتبلاي، هذا نقول له كنترول اي او كوماند اي، كنترول اي بالويندوز كوماند اي بالماك. طبعا السكرين بيصير دوج، والبيرن الملتبلاي بيكون بيرن. نشتغل على في البداية البيرن. طبعا إذا كان الماسك أسود تكون الفرشاة بيضة، والأوبسيتي نتأكد منه في حدود 12 هني نورمال، ونستخدم الفرشاة على أساس نحدد الأماكن اللي بنستخدم فيها بيرن. راح نكبر الفرشاة على حسب المكان اللي احنا محتاجين نشتغل عليه. يعني مثلا شغل على السريع بس مجرد لمعرفة التكنيك، هني المكان يحتاج بيرن، هذا المكان يحتاج بيرن، هني نكبر البروش، نمسح بهذه الطريقة على أساس نعزز المكان اللي فيه ظل أو شادو في هذا المكان. طبعا كل ما مسحنا أكثر كل ما كان التأثير أكثر وبشكل واضح. خليه بهذا المكان، هذا المكان عادة يكون في عمق هذه الأماكن، هذا هني عادة يكون فيها عمق هذه المساحة. بإمكاننا نضيف لمسة من خلال المرور الجانبي بهذه الطريقة، يعطينا إفكت جميل. كل ما زدنا اللون الأسود كل ما كان في عمق في الصورة. الدوج نفس الطريقة، لا ننسى يكون هنا أبيض، وفوق 12% نمسح على الأنف، نقدر نزيد إضاءة العين، نرسم مثلث بهالطريقة هني، مثلث بهذه الطريقة هني، هذا المكان يكون مسطح فوق، نمشي عليه عشان تطلع التفاصيل يكون بارز، هني مكان مسطح فنمشي عليه بالدوج. كل شيء
بحدود المعقول يطلع ممتاز، ولكن ما يكون بشكل او التأثير بزيادة. طبعا كل شيء برواق راح يصير ممتاز. بعد ما نخلص هذين اللايرين نجمعهم في جروب ونشوف النتيجة، نشيل العين ونرد نرجعها قبل وبعد. هذه مجرد خطوات بسيطة وسريعة لمعرفة التكنيك اللي استخدمه من خلال أداة الكيرف. أتمنى أني قدرت أفيدكم ولو بالقليل، والسلام عليكم.